السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي عم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي هم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قضية وين تكلمنا عليها وهي الملعب الإفريقي سطايفي الصاص، الفريق اللي نحقر من طرف نقولوا باللي طرف رئيس الرابطة ما بين الجهات يعني والفاف، وحتى الطاس هنا اللي ما عطاتهمش حقهم. الطاس هما داروا كاع الإجراءات، داروا كاع الإجراءات يعني. وين كان عندي مكالمة مع جمال بن حسين وين تكلمت عليها، راني في شهرين ولا، قلت لهم راهي جايه ان شاء الله بربي، غادي تاع الصاص هذو اللي غادي يجيبو لكم فانيك شويه رقاد، يجيبو لكم التقيال، قلناها لكم الناس بالك كذبونا. سبحان الله، الحمد لله كاين قوه، كاين القوه اللي امنوا فينا. تكلمت مع ذا جمال بن حسين اخ اللعاب اللي كان يلعب هنا في وداد مستغالم، ربي يرحمه، اونسيا جوار يعني، لعب هنا في الوداد ولعب هذا جمال بن حسين، عائلة رياضية ورئيس النادي تاع الصاص يعني فريق شهداء. وين فماك في سطيف يعيطوا له ليكيب تاع الشهداء، يعني ايكيب بمعنى الكلمة، فريق بمعنى الكلمة، وخزان تاع وفاق سطيف كذلك، خزان هو اتحاد سطيف وفاق سطيف، مايقري هذو الفرق عريقة لكن يبقاو خزان تاع وفاق سطيف، يعني في الشباب التكوين، ناس اللي يكونوا، ناس اللي يبغوا الشباب، يبغوا التكوين. هذه هي وين قضية الملعب الإفريقي سطايفي ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ونزيدوا فانيك نشكروا رجال أمثال راخر يزيد وهيب اللي وضح كل القوانين للإدارة تاع الصاص، يعني وين وقف معهم في وقت وين حقروهم، هنا حقروهم يعني، وقف معاهم خاصة. والناس اللي عاونوا جمال بن حسين اللي ما بغاش يريكيلي، راكم حاسبينها كيما غريس، وين خانوا الفريق، ابناء الفريق يعني، وين باعوها من اجل التقرب الاتحادية، ولا يعني بتليفون باعوا كلش، عرام رجالة ما تغويهم تا حاجة، عندهم مبادئ، ولموا دراهم، لموا الاورو، لموا من لموا هنا في الجزائر في سطيف، لموا في 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 في, في, في الالمان، في انجليز، في فرنسا، لموا وداروا افوكا. وباش يكون في علمكم الافوكا اللي داروه اللي جاب اللي ربح القضيه تاع الياس ضد لابسيه، باش يكون على بالكم برك، يعني هذاك الافوكا حسب المعلومات اللي راهم عندي، وين ما يقلبش افير خاسر فيها، يقول لك جيب لي على بالك وكيل يخدم هذاك، على حساب ما خبروني من شو خبروني من الاداره تاع الياس مان اللي هدرتها لكم وقلت لكم اش كاين، وزادوا خبروني من الاداره تاع الصاص، يقول لك جيب لي ساعة عندك، حط له كاع الملفات، بعد يقول لك يا تربح يا تخسر، يا يرد لك الملف تاعك يا يقلبو، الا كذب راك رابح، الا كذب الملف راك رابح، خاصة مع هذا الاتحادية، يعني يكذب مغمض، يقول لهم وين في الجزئات اتحاد، يقول لهم لافير مع اتحادية، يعرف بلي راه رابح، يدي دراهم ويروح يخسرهم وكلش، ويعرف روحه بلي راه رابح مع هذه الاتحادية، خاصة عارف بلي ما كان والو مساكين، هذا مكان. وين قضية الملعب الإفريقي سطايفي ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محكمة رياضية دولية بلوزان سويسرا تبرمج جلسة استماع يوم 4 مارس القادم عن طريق تقنية الفيديو. سيشارك في الجلسة رئيس الصاص جمال بن حسين، بالإضافة إلى ممثل عن الفاف ورئيس الرابطة ما بين الجهات يوسف بن مجبر. وستستمع المحكمة إلى أقاويل وتبريرات كل طرف بخصوص حرمان الفريق السطايفي من الصعود الى القسم الثالث هواك. حنا نقولوا ان شاء الله بربي الفريق العريق تاع الصاص يدي حقه وتصعد غصبا عن العصابة كرة القدم الغير نزيهة. حنا نقولوا نتفكر انا هنا نتفكر امال غريس فريق
اليتيم الذي خانه رجاله وتآمروا عليه. هذه باش يكون على بالكم ان شاء الله. نص لي هذا الفريق تاع الشهداء ربي ينصرهم يعني على هذا النادي هذا الاتحاد الناس هذه تاع الفيرما هذو وين نقولوا باللي رئيس هذا بالحسين رئيس بالحسين هذا جمال بالحسين والرئيس كما نقولوا احنا راجل بمعنى كلمه. تكلمت معاه اللي سلي كاع ودرنا لكم في الفيسبوك هدرناها باكم عاقلين عليها وبزاف اللي معاقلين عليها ماشي واحد ماشي زوج الحمد لله يا ربي. حاجه اللي نتكلموا عليها راهي تخرج بالطول ولا تقصر بصح تخرج تخرج الحمد لله. كاين الناس اللي امنوا في القناه تاعنا يعطونا اخبار مشكورين هما. عرفتوا اليوم وين حتى نادي صغير وين هما قال لك نحقروه بصح هذا النادي ما بغاش يريكيلي ما بغاش يريكيلي عندهم الحق حقهم نحقروا عرفوا بروحهم باللي نحقروا بيجيبوا حقهم. غاضتهم غاضتهم رجال قاضبي ذا النادي غاضتهم عنده أنصار تاعو عنده على حسب ما نعرف عنده أنصار تاعو وين غاضتهم قال لك نجيبوها لو كان ما نتبعوها للدايبه ما أنا طايقين على 4 مارس فاني كي تبهديل على بالكم الصوالح بزاف على بالكم ما طلقتو الكبير ما طلقتو الصغير حقرتو كاع الناس حقرتوهم. قال لك العود الصغير اللي تحقرو هو اللي يعميك حرز روحك على ضربك مع فريق صغير مع بزاف على بالكم. وهذا لابوك على قالب اللي عايش في باري هذاك هاك غادي مأكد بلي يجيب لهم حقهم. انا واحد من الناس راني عارف بلي غادي يجيب لهم حقهم خاطش علاه هذا رئيس الرابطه ما بين الجهات ماعش قوانين جاهل القوانين باش يقابل رئيس محكمه تاع لوزان ممثل تاع الفاف جاهل القوانين باش يقابل باش يهدر ما كاش ما كاش ما كاش. الصاص عندها محامي تاعها يعني راهم خاسرين دراهم راهم خاسرين دراهم سي محمد باش يجيبوا حقهم. لهنا المحكمه تاع الطاس تاعنا هنا ما خدمتش نورمالمون هنايا صايك هنايا رقدتوهم لجنه الانضباط رقدتهم لجنه الاخلاقيه شافوا رواحهم محقورين شافوا رواحهم محقورين يعني نادي شاف روحو محقور مكاش اللي بغا ينصفه. هانتوما خصمتو كيما غريس الرجال تاع النادي تاع غريس باعوه يعني خانوا النادي بمكالمة من الجي الو صعب ايه من تب راح رقد لهم قالت شو وراكم رايحين دروك طحتو مع مول الفول غادي ياكل الفول يعطيكم القشره نتوما تدو غير القشره ويسخبكم ما يعطيكمش الجلفه الكبيره يعطيكم الجلفه تاع الحبه تاع الفول. قالت شو وين وصلتوا رواحكم اصاحبي نورمالمون هنا يدي حقه على حسب ما عندنا المعلومات ودرنا لكم في الفيسبوك وكلش وهدرنا عليه هذيك خطره يعني نقولوا باللي راه بانت الحقيقه عندهم كاع 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 المعلومات على هذيك اليوم نقولوا باللي الانديه كاين لي رجال سبحان الله صورتو هذا جمال بالحسين وين كان عندنا شرف اللي تكلمت معاه انسان في المستوى انسان اللي يعرف قوانين عرفتو قاضي فريق صغير بصح كيما يقول لك كنز في راسه كنز في راسه يعرف القوانين ومن قال لي انا حقي جايبه انا النادي هذا قال لي صرفنا عليه من جيوباتنا النادي اللي ما بغيناش يموت هذا جمال بالحسين قال لي النادي اللي ما بغيتوش يموت قال لي خاطش عليه ماتوا عليه شهداء قال لي نادي اللي خرج كون شهداء قال لي ما نقبلوش يموت النادي للناس يكرهوا هذه الكلمه هذه هي صحيح.